أخواتي السلام الله عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة مفتاح العقار. اليوم وبفضل من الله نقدم لكم شقة بتجزئة فجر النصر جوج، المساحة ديال 87 متر مربع. عفوا، بخصوص الثمن ديال الشقة هو في حدود 53 مليون مع إمكانية التفاوض. ثلاثة ديال الغرف، صالون، جوج الحمامات ومطبخ مجهز على بركة الله. نبدأ الوصف ديال الشقة من الباب ديال لونتخي اللي هو هذا باب بلاندي ديال تركيا. بالنسبة للملكية المشتركة، عفوا، هي هذه دروج برخام ما شاء الله، خدمة متقونة. الباب ديال الشقة هو هذا باب ديال تركيا كيف ما قلنا، مع الدخلة كنلقاو الصالون على هاد الشكل، وعندنا كذلك هاد السيجور اللي جا قدام المطبخ، تا هو ما شاء الله بهاد الفينيسيون الممتاز. وعلى اليمين كنوجدو الغرفة الأولى اللي جات مساحة كبيرة وفينيسيون ممتاز. عندنا بلاكار في هذه الغرفة وعندنا الشرجم كيطلع على لاكور. الأبواب ديال الغرف جاو تقريبا على هذا الشكل أو كلهم على هذا الشكل. عندنا هذا الباب اللي جا في سيجور من أجل الإضاءة والتهوية كذلك. بالنسبة للبلافونات عندنا مخدومين كاملين بالنيوم واللاد. المطبخ يعني جا فينيسيون ممتاز ورائع، اكيبمون مزيانه. عندنا بلاصه ديال ماكينه الصابون هنا على اليمين، وكذلك عندنا البلاصه ديال الثلاجه هنا. عندنا التريو ديالنا فيه الفرن والبلاك وكذلك لاهوت. بالنسبه الرخامه تبارك الله مخدومه مزيان، والارضيه مخدومه بالزليج كذلك مزيان. السيجور عندنا فيه هاد الزواقه اللي جات على هاد الشكل، لانترفون من طبيعه الحال. وعندنا غرفه النوم، غرفه النوم يعني جات بواحد الفينيسيون ممتاز. عندنا فيها بالكون وعندنا كذلك بلاكار كوليس ما شاء الله، جوج البيبان. وعندنا كذلك الحمام اللي جاب مساحه كبيره وفينيسيون ممتاز. عندنا هاد الغرفة عندنا فيها بالكون، الغرفة الثالثة هي هادي. عندنا فيها بالكون كما كتشاهدو، دابا بقى لنا الحمام المشترك والصالون. الحمام المشترك هو هذا، زليج على السقف. الصالون جا بهاد فينيسيون، هاد المساحة الممتازة. إخواني الأرقام ديالنا هي كالتالي: 0766-78-30-12 أو 0600-31-72-17. إخواني إلى هنا دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.